طيب اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه النهارده هتطلعنا عليها زميلتنا العزيزه جدا مريم سميح. يا مريم بونجور، صباح الهنا. ايه ده، غيرتي لون شعرك يا مريم؟ صح من بدري. انا هو انت مش واخده بالك بس من بدري. بجد اتفضلي يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا نواند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والحقيقة يعني دي جولة نهاية الأسبوع بالنسبة لعشر الصبح في الأهلي. خلينا نبدأ بقى بأخبار الفريق الأول لكرة القدم اللي مازال يعني بيستأنف أجازته السلبية اللي منحها مستر مارسيل كولر لمدة ما يقرب من ثلاث أسابيع، وهي يعني الأجازة الأطول ما بين كل الأجازات الفترة الماضية بعد طبعا خوض الفريق عدد من المواجهات المحلية والإفريقية. والحقيقة يعني أن يمكن هتنتهي هذه الأجازة يوم 24 من أغسطس الجاري، وهيعودوا بقى مرة أخرى استعدادا للموسم الجديد، وهيدخلوا بعد كده في معسكر مغلق استعدادا أيضا لبقى كل منافسات الموسم الجديد. ويمكن هتبقى أولى هذه المنافسات هي طبعا يعني المواجهة المرتقبة أمام أمبي في سيمي فاينل كاس مصر بعد تغلب طبعا النادي الأهلي على النادي المصري بنتيجة 2-1، ودي كانت آخر مواجهات النادي الأهلي. ده بالنسبة لطبعا أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين. الحقيقة يعني كابتن وليد سليمان في أول مهمة رسمية ليه عقب توليه رئاسة قطاع الناشئين خلفا لكابتن خالد بيبو، الحقيقة يعني أنه هو أنهى كل الاستعدادات الخاصة بالمعسكر الجديد لفرق الشباب والناشئين استعدادا طبعا لمنافسات الموسم الجديد. والحقيقة أن المعسكر بيقام على ملاعب طبعا يعني الأكاديمية البحرية بالأسكندرية، كلية الأكاديمية البحرية بالأسكندرية، والحقيقة أنه هو أنهى كافة الترتيبات والأمور الخاصة بهذا المعسكر. المعسكر بيقام في الفترة من 12 حتى 18 من شهر أغسطس الجاري، وبيشارك فيه فرق بقى مواليد 2005 2007 2008. الحقيقة يعني أن كابتن وليد سليمان أشاد بكل الجهود المبذولة من قبل كل القائمين على الأكاديمية البحرية، الحقيقة شاف مجهود كبير جدا بيبذل، والحقيقة يعني أنه هو أشرف بنفسه على يعني مختلف المنشآت سواء بقى ملاعب الأكاديمية وأيضا قاعات المحاضرات، حمامات السباحة، يمكن كمان صالات الجيم، ويمكن أيضا الأجهزة الاستشفائية اللي هيتم بها التعامل طبعا مع الفرق المختلفة من قطاع الناشئين. وأشاد بكل الجهود يعني اللي كانت موجودة في مختلف هذه المنشآت، والحقيقة يعني مختلف هذه الأنشطة، وكمان عقد جلسات مختلفة مع كل القائمين على يعني أو مسؤولي التغذية والإقامة الخاصة بالفرق المختلفة أو يعني المواليد المختلفة زي ما أنا قلت 2005 2007 2008، وكل التحضيرات الخاصة والمختلفة طبعا علشان يكون موسم بقى قوي وخير استعداد لموسم جديد إن شاء الله هيبدأ يعني خلال أيام قليلة. واستمرارا بقى يعني بأخبارنا مع قطاع الناشئين، الحقيقة أن مازال قطاع الناشئين بيطوف جميع المحافظات، والحقيقة أنه هو يعني بيطوف حاليا محافظة الدقهلية يعني بعد بقى ما لف يعني زي ما احنا عارفين طبعا يا نهواند ويا كريم، كان بدءا من محافظة القاهرة وكمان يعني يمكن مرورا بمحافظة الإسكندرية كمان الشرقية والسويس وأخيرا المنوفية، بدأ بقى يعني الاختبارات في محافظة الدقهلية، والحقيقة اللي بتقام على ملاعب الأكاديمية بجامعة المنصورة يعني أكاديمية النادي الأهلي، ودي الملاعب اللي هتكون خاصة يعني اختبارات قطاع الناشئين في محافظة الدقهلية. الحقيقة ان بيع الاستمارات بدأ منذ أول أمس الاثنين وهيستمر او استمر يعني على مدار امس كمان الثلاثاء وهيستمر النهارده وحتى نفاذ الكميه، بيتم بيع الاستمارات علشان بقى تبدا الاختبارات غدا وبعد غد الخميس والجمعه. خلينا اقول ان اختبارات الغد يعني هتقام او يعني هيكون بيشارك فيها الفرق من اول 2011 حتى 2018، ويوم الجمعه من اول 2007 وحتى 2010. خلينا بقى ننتقل ليعني جميع الاخبار المختلفه والمتعلقه بالفرق الرياضيه الاخرى. الحقيقه ان امبارح النادي الاهلي استقبل بعثه طبعا يعني منتخب اندونيسيا للكاراتيه، كان في استقبالهم دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ودكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه. الحقيقه ده كان في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، واقيمت مباراه وديه ما بين طبعا منتخب اندونيسيا وما بين فريق النادي الاهلي للكاراتيه، وكانت الحقيقه يعني مباراة قوية جدا. وكان كمان في استقبال يعني يمكن البعثة كان الدكتور
السفير لطفي رؤوف، ده سفير اندونيسيا في مصر طبعا. والحقيقه يعني دكتور عاصم رئيس الجهاز، او عفوا دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، يعني يمكن اتكلم كتير عن جهود النادي الاهلي وتحديدا جهاز الكاراتيه، وقال ان هو يعني يمكن على مدار السنوات الماضيه استقبل عدد كبير جدا من يعني البعثات سواء المنتخبات او الانديه، وده كان يعني بياتي في اطار الجهود المبذوله او كمان العلاقات اللي بتتم ما بين كل الدول المختلفه وما بين النادي الاهلي. والحقيقه يعني يمكن كمان بعثه منتخب اندونيسيا شكرت جدا في هذا الاستقبال، واللي كان على راسه او بيتوليه طبعا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه ان هم استقبلوهم على اتم وجه واتم طبعا التجهيزات زي ما احنا دايما متعودين من النادي الاهلي، وده كان في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ايضا بقى خلينا نروح ليمكن قطاع السباحه وبراعم الغطس. الحقيقه ان هم قدروا يحصلوا على بطوله الجمهوريه، ده كان برضو مساء امس، ويمكن هذه المنافسات اقيمت في حمام السباحه الخاص بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. والحقيقه يعني بياتي كمان ضمن هذه البطوله بطوله الجمهوريه اللي حصل عليها براعم الغطس، يمكن كمان خدوا عدد كبير جدا من يعني يمكن الجوائز الفرديه على مستوى الفريق، وكانت الحقيقه منافسات قوية جدا. خليني بقى يمكن يا نهواندو يا كريم، يعني امبارح كان يوم هام جدا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة، كان لا صوت يعلو فوق صوت الندوة الخاصة بالنجم الكبير طبعا والقدير الأستاذ محمد صبحي. أقيمت هنا ندوة طبعا يعني عقدتها لجنة المرأة بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي الاهلي. ندوة الحقيقة حارس كل أعضاء يعني وجماهير النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره ان هم يكونوا متواجدين كمان يمكن قبل الندوه بما يقرب من 3 ساعات او 4 ساعات عشان يحجزوا مقاعدهم طبعا، لان كان الحضور الحقيقه يعني مقتصر على عدد معين. كل يعني اللي كانوا موجودين كانوا عايزين يحضروا، ولكن كانت ندوه في منتهى الاهميه جاءت طبعا تحت عنوان دور الفن في الارتقاء طبعا يعني بالترابط الأسري والارتقاء بالذوق العام. والحقيقة أن يعني خير من يمثل هذه الندوة وهذا العنوان هو طبعا النجم محمد صبحي، اللي طبعا زي ما احنا عارفين يا نهواندو يا كريم يمكن أسرى كل جماهير المصرية والعربية، وبيطلق عليه كمان فارس المسرح العربي بأعماله المختلفة سواء بقى على مستوى المسرح أو مستوى التلفزيون. يعني يمكن أعمال كتير جدا في المسرح، كارمن، لعبة الست، وفي التلفزيون يوميات ونيس، فارس بلا جواد. يعني يمكن لو هنفضل نتكلم هنحتاج يوم بحاله عشان نتكلم عن أعماله. الحقيقة أنه هو اتكلم عن عدد كبير جدا من الأمور الفنية، وكمان اتكلم عن دور المرأة في الدراما، واتكلم بقى يمكن عن عدد كبير من المهرجانات كمان مؤخرا، وكان ليه وجهة نظر، ويمكن كمان كان يعني ليه بعض الدعابات كمان مع بعض الجماهير اللي كانوا حاضرين، وكان في عدد كبير جدا من الأسئلة تم توجيهها من قبل الحاضرين من أعضاء النادي الأهلي للنجم طبعا محمد صبحي. والحقيقة أنه هو جاء عليها بكل شفافية، وكانت ندوة الحقيقة في منتهى النجاح، وكمان يمكن أشاد بالدور الكبير اللي بيقام داخل النادي الأهلي. ويمكن طبعا زي ما احنا عارفين يعني وكل جماهير النادي الأهلي وكل جماهير كمان الوطن العربي عارفة أن النجم محمد صبحي بيبقى حريص جدا على المبادئ، وده اللي اتكلم فيه طبعا على النادي الأهلي وعلى مستوى الرياضة. قال أن يمكن النادي الأهلي هو أكتر نادي بيحرص على يمكن يعني تطبيق هذه المبادئ بحذافيرها، وهو الوحيد اللي ما بيخرجش طبعا عن نطاق الرياضة المصرية وعن نطاق الأخلاقيات الرياضة المصرية، وده اللي هو أشاد بيه الحقيقة، وأشاد يمكن كمان بمجهودات كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشايف قد إيه في تطوير داخل النادي طبعا سواء على المستوى منشآت والمستوى الرياضي وجميع المستويات. والحقيقة كمان قال إن هو يعني أهلاوي صميم، ويمكن بقاله أكثر من 50 عام يمكن ما جاش وزار النادي الأهلي، يمكن من الستينيات أو من عام 63، يمكن يعني أكتر من 50 عام لم يزر النادي، ولكن الحقيقة أنه هو اتفاجئ بكل التطويرات اللي حصلت داخل النادي الأهلي. طبعا دي كانت كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، وأيضا أنشطة اللجان والفرق الرياضية الأخرى. بشكركم جدا، العودة ليكم مرة أخرى.